النهارده في سادسه. مساء الخير يا ابو حميد ومبروك ال 12 بونت. اعتقد مرحله كانت صعبه، الناس كانت محطوطه فيها تحت ضغوط كتيره جدا، لكن الاهلي كالعاده فرح جماهيره وطمنهم قبل مواجهه الترجي. مساء الخير على عليك الاول وعلى جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا بعد مباراه مازيمبي والصعود للمباراه النهائيه كان عندنا اربع مباريات مهمين جدا في الحمد 11 لله. يوم الحمد لله قدرنا في الاربع مباريات دول 12 بونت، لان المنافسه السنه دي صعبه جدا في الدوري، كنا محتاجين ال 12 بونت دول جدا جدا جدا، والحمد لله ادينا المهمه دي لغايه الحمد لله. نخش بقى على الملف الثاني اللي هو نهائي افريقيا لمباراه الترجي المباراه الجايه ان شاء الله. بنبارك لاعبي النادي الاهلي الاربع مباريات، بصراحه ظهر بمستوى جيد جدا في كل المباريات، على بقى في مختلف المباريات، في مباراه صعبه ومباراه سهله. الحمد لله اللعيبه ادتها على اعلى مستوى. ايه الماتشات الصعبه من وجهه نظرك في الاربعه؟ مباراه امبارح اكيد طبعا، لان المباراه ليها ظروف خاصه، انك انت مش بتلعب عشان المباراه بس 3 بونت، لا انت اللعيبه بتلعب، جهاز فني واللعيبه والاداره والناس كلها بتلعب المباراه وعينك على المباراه النهائيه تحت الترجي. بعد اسبوع، فكل لعيب من دول عمال يفكر انا لا قدر الله اي اصابه، كل لعيب من دول بيلعب بس عينه على نهائي افريقيا اللي هي مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي. طبعا بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لنا، لكن خلاص جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش دلوقتي انك انت تخش بطوله افريقيا وما تاخدش البطوله. لكن المباراه كانت صعبه، ظروف المباراه، شكل الملعب، تملي مباراه النادي الاهلي في المحله بالذات مع طبيعه ارضيه الملعب، مع طبيعه مساحه ده الملعب. الملعب بقى احسن من زمان بكتير. طبعا ايام ما احنا انا بتكلم على مساحه الملعب كمان، مساحه الملعب بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحب لعيبته بتحب تشتغل في المساحات اكتر، فاي فرقه بتقابلنا في مساحات ضيقه تعرف تقفل عليك لو بتلعب زون ديفنس، وده معظم لعيبه النادي لعب الدوري المصري كله لما بتلعب قدام النادي الاهلي بتلعب زون ديفنس. فالمباراه كانت صعبه جدا، كمان لعيبه البلديه كان عندهم طموح قوي جدا، اي حد مش بلديه بس اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي مباراه خاصه وبطوله خاصه. تفكرني بمقوله الله يرحمه كابتن طارق سليم كان مدير الكوره في النادي الاهلي لما كنا احنا بنلعب في 93 94، كان بيقول لنا لما النادي الاهلي بيروح يلعب اي فرقه في الاقاليم بالذات كل المشاكل بتتحل، اللي بيتخانق مع مراته بيصالحها، اللي مزعل ابنه بيصالحه، كل المشاكل بتتحل قبل مباراه النادي الاهلي. ففعلا امبارح كان باين كان في ترابط قوي جدا ما فرقه بلديه المحله. بس خد بالك شو برضو شو كبير قوي بالنسبه لاي لعيب وبالنسبه لاي جهاز فني واذا اي نادي، شو مصر كلها بتتفرج عليه. اي لعيب في البلديه بيلعب مباراه الدوري كم واحد بيتفرج على المباراه؟ مش كتير. هو بالنسبه له مباراه الاهلي والزمالك هي الفاترينا، الفاترينا بتاعته اللي بيظهر، اللي عايز يظهر من خلالها. بس انا اسالك سؤال يا كابتن احمد، وانت دربت فرق كتير، يعني هو ليه اللعيب او اللي في ثقافه اللعيبه يعني اللي عندها القدره انها تقدم المستوى ده ما بتلعبش بيه طول الموسم؟ يعني انت النهارده بتكلمني قبل الهواء ان البلديه موقفه صعب وممكن يكون قريب من الفرق اللي هتصارع على الهبوط. السؤال العرض اللي هم قدموه امبارح ده، والمفترض ان هم بيلعبوا 17 ماتش على ارضهم ماتشات الدوري، ما بيظهروش ليه بنفس المستوى؟ بص دي برضه مشكله عقليه ولا مشكله؟ لان احنا برضه احنا كمدربين لما بنيجي نمسك اي فريق ها ممكن نتكلم في كل مباراه ونركز مع اللعيبه في كل المباريات العاديه، لكن مباراه الاهلي ومباراه الزمالك ما بنتكلمش، عارفين ان اللعيب نفسه من غير كلام هو مركز. فدي طبيعه ودي شخصيه ودي يعني على سنوات طويله جدا الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي ونادي الزمالك بيبقوا تركيزهم قوي جدا، كلهم بيبقى عندهم ان هو الناس كلها بتتفرج عليهم، عدد من الجماهير كبيره جدا بتتفرج في المباراه، فبيبقى عايز يظهر بشكل جيد في المباراه.